محمد مرسي عيسى العياط وشهرته محمد مرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 من يناير، ويعتبر أول رئيس مدني وإسلامي في تاريخ البلاد. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب. وعد مرسي هذا بأن يكون لكل المصريين لم يتحقق، فمنذ توليه سدة الرئاسة في 30 من يونيو 2012 شهدت مصر عددا كبيرا من الأحداث التي أثارت جدلا سببت باشتعال الشارع المصري بين موجات احتجاجات سياسية وأزمات أمنية واقتصادية. وأنا بحبكم جدا. وبعد عام من ولايته تعمقت الانقسامات بسبب حكمه، ووضعت الأمة على حافة صدام واسع النطاق. فبعد مساعدته الناجحة في جهود الوساطة لإنهاء حرب قصيرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وإعلان الهدنة من القاهرة، أطلق مرسي صراعاً داخلياً بإصداره مرسوماً ألغى إعلاناً دستورياً يمنح سلطات واسعة للمجلس العسكري، واستبدله بآخر يمنحه سلطات واسعة، الأمر الذي أغضب المعارضين وأثار أعمال عنف استمرت أيام عدة سقط فيها قتلى. هذه الصفعة الأولى التي تلقاها الشارع المصري من مرسي شكلت بداية الانقسام في المجتمع. مرسي استجاب لرغبة شارعه بإلغاء الإعلان الدستوري، إلا أنه دعا إلى استفتاء على الدستور المثير للجدل الذي تبين بنتيجته أن 64% من الناخبين المصريين يوافقون على الدستور الجديد. وقبل يوم من الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بحكم مبارك، اندلعت موجة جديدة من العنف بين المتظاهرين والشرطة دامت حوالي الأسبوع، راح ضحيتها قرابة 60 شخصا معظمهم في مدينة بورسعيد. نتداول السلطة بطريقة سلمية زي الدنيا كلها. وفي الوقت الذي انتظر الكثيرون من رئيسهم تقديم أي جديد في خطابه في 26 حزيران، توجه مرسي إلى خصومه بالقول إن الصراع يهدد التجربة الديمقراطية ويهدد بوضع البلاد كلها في حالة شلل. المصريون غاضبون، فالرئيس الذي انتخبوه قبل عام فشل في تحقيق أهداف الثورة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك، والتي جسدها شعار عيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. مبدئياً اسمحوا لي أن أنتهز الفرصة أن أنا أهنئ الرئيس على أنه كمل سنة في الرئاسة. بصراحة كانت سنة زي الفل، عدت هوا نسمة ما حسناش بحاجة،